عبر سكايب ينضم لنا الناشط الإعلامي مريف دمشق حازم الشامي. حازم أهلا بك معنا. التصعيد المستمر إذن في الغوطة والقصف الذي وقع اليوم وذهب ضحيته أفراد من الدفاع المدني، ما حصيلته الأخيرة؟ ما تفاصيل ما جرى إضافة إلى آخر تطورات أيضا على الأرض؟ نعم، مساء الخير خديجة. طبعا حصيلة الضحايا منذ قليل وردت من النقاط الطبية التابعة لمدينة دوما، حصيلة نهائية 5 ضحايا سقطوا نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت الأحياء السكنية ضمن مدينة دوما، وفق الخرق الواضح وأيضا اتفاق خفض التصعيد تم خرقه من قبل قوات النظام بالغارات الجوية. طبعا غارات جوية كانت طيران النظام بالإضافة إلى غارتان جويتان لطيران العدوان الروسي استهدفت وسط مدينة دوما. طبعا حتى الطيران الروسي كان يستهدف المناطق السكنية ضمن مدينة دوما. كما ذكرتم يوجد إصابات حالتهم حرجة جدا من عناصر الدفاع المدني سقطوا في المدينة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي لا زالت حتى هذه اللحظة ضمن المشافي الميدانية وأيضا هم بحالة حرجة جدا. طبعا يوجد بعض الإصابات بحاجة إلى الخروج إلى مشافي العاصمة دمشق بسبب خطورة الإصابات في ظل القصف المدفعي الذي رافق الغارات الجوية التي استهدفت مدينة دوما. طبعا الإصابات والضحايا ليسوا فقط من الغارات الجوية بل من القصف المدفعي الذي استهدف مدينة دوما. أيضا كان هناك مساء أمس ما يقارب 10 إصابات بين صفوف المدنيين ضمن منطقة مدينة حرستا وأيضا ضمن بلدة عين ترمى. هذه المناطق في الأمس أيضا شهدت تصعيد من قبل قوات النظام بصواريخ أرض أرض وأيضا بالمدافع الثقيلة. طبعا نعم، وضع الناس، وضع المدنيين في ظل ما يجري، يعني كيف هو؟ هل هناك حركة نزوح باتجاه أين بما أن كل المناطق مستهدفة؟ ماذا يعني أين يحاولون الاختباء حتى؟ طبعا بالنسبة للأهالي في هذه اللحظات حالات النزوح المكثفة لا زالت من مناطق التي تحيط بشرق العاصمة السورية دمشق وهي بلدة عين ترمى، حي جبر الدمشقي، مدينة زمكة وأيضا مدينة دوما. الأهالي يقومون بالنزول للأقبية فور حدوث القصف على المدينة. طبعا الأهالي يقومون بالخروج من الأقبية بعد هدوء القصف نسبيا على المناطق السكنية. أما بالنسبة لبلدة عين ترمى الآن أعتقد وحسب المجلس المحلي لمدينة دوما بأنه ما يقارب 80% من سكان بلدة عين ترمى وأيضا حي جبر الدمشقي ومدينة زمالكة أصبحوا نازحين إلى قطاع الأوسط الغوطة الشرقية بسبب القصف المكثف أيضا بسبب التصعيد لقوات النظام. طبعا الآن وفي خبر عاجل فيلق الرحمن يقوم بكمين محكم لقوات النظام، يقوم بإيقاع ما يقارب 9 عناصر من قبل قوات النظام ضحية الكمين الذي قام بإعداده عناصر فيلق الرحمن. شكرا لك. من ريف دمشق كنت معنا بسكايب الناشط الإعلامي حازم الشامي.